أخواتي المؤمنين وأخواتي المؤمنات، سلام الله عليكم. ألتقيكم اليوم وأنا أسعد كثيرا من ذي قبل، إذ أنني قد أزعم أنني تبحرت قليلا في موضوع بحثنا، وأكون قد أصبحت على درجة من توضيح جزء بسيط من وجهة النظر التي أردت طرحها في هذا البحث. أعود في وأستكمل في هذا اللقاء. الكاتب اللاهوتي مارجيرا حينما أكد أن بولس برغم أنه من وجهة نظري غير محبوب بسبب لغتي وبسبب مواصفاته الشخصية، إلا أنه مع ذلك لولا عبقريتي، أي بولس، في صياغة الحقائق الأساسية للديانة المسيحية لظلت المسيحية جماعة دينية مجهولة، هكذا يقول مارجيرا. وقال لقد أوجدت العناية الإلهية بولس في زمان المناسب، ومكان المناسب أيضا هو مكان ملتقى طرق تجارية وملتقى طرق ثقافية في العالم أيضا وحربية وما إلى ذلك. فيه ومنه انفتحت المسيحية على العالم أجمع. كان بولس حسب ما يقول مارجيرا، كان بولس هو أو شاول المصفاه أو البوق الذي بواسطته وصلت الكلمة إلى العالم. إن المسيحيين بمختلف طوائفهم هم أبناء بولس. لماذا؟ لأنهم كما قلت أنا في البدايات أن بولس لا يختلف عليه أحد من أبناء المذاهب، بعكس عمر بن الخطاب هو محل اختلاف، بل إنه يختلف مقدار تقديسه لدى أهل السقيفة أو من يتبعون الآن مذهب أهل ما يعرف بأهل السنة والجماعة، يختلف مستوى تقديسه من فئة إلى أخرى، ولكن في النهاية هو له نفس درجة التعظيم ودرجة التقديس والمهابة التي يراه من خلالها أبناء المذهب، حتى أنني قلت في مرة سابقة أنه لولاه كما كان بولس أيضا ما كان مذهب أهل السنة والجماعة، لأن من أنشأ السقيفة هو عمر، من بايع أبي بكر هو عمر، من استخلف على المسلمين أبا بكر هو عمر وليس المسلمين وليس الرسول. أتحدى من يقول أن الرسول استخلف أبا بكر في وصية واضحة، وأيضا أن تكون البيعة تمت بسهولة وباعتراف عام وضمني أو حتى صريح في هذا الاجتماع، ولكن كانت هناك مبررات ومداخلات ومسجلات، حتى أن عمر أسمى أو سمى هذا الاجتماع وهذه البيعة وهذه السقيفة وهذه الاتفاقية، أو كما يقول عنها أهل الموالاة الذين يعرفون بالشيعة، هذه المؤامرة سميت بماذا؟ وقال عنها عمر ذلك بما يعني أنها بالفعل كانت أشبه بالحركة السريعة الخاطفة، قال أنها كانت فلتة من الفلتات، أي أنها فلتة، لذا فهي كانت خطفة من القدر استطاع بها تثبيت صاحبه على سدة الحكم وظل هو يحكم من خلاله، كما سنرى في مقبل الكلام في هذا البحث، وظل يحكم من خلاله إلى أن حكم هو بترشيح من أبي بكر على فراش الموت، ولم نرى بيعة ولم نرى شورى بينهم ولم نرى أسلوب للخلافة، أو هذا الأسلوب الذي كان يقال أنه شورى بين المسلمين أو أنه كان إشارة نبوية، أو كان حتى في حالة عمر فقدت ما يعرف ببيعة الشورى، إنما كانت بيعة الاستسلام للمتغلب أو لما أملي على الأمة بأن هذا هو خليفتكم. يرى مارجيرا عودة أخرى إلى بولس أو شاول أن هناك ثلاث أسباب لعدم الاستغناء عن بولس في هذا المذهب أو في كل مذاهب المسيحية. يقول أن شاول أو بولس، أول الأسباب أنه كانت له مسيرة خاصة
تحول من عداء للحركة التي أسسها يسوع أي المسيح عيسى ابن مريم إلى مبشر بالإنجيل أو كارز. هذا السبب الأول، كانت له مسيرة وتحول من العداء إلى الحركة، تحول من حالة عداء للحركة التي أسسها يسوع إلى حالة الدعوة والإيمان. وهكذا كان جزء بسيط من شخصية عمر تتشابه في هذه، أنه لم يتحول داعية في نهاية الأمر، وإنما آمن وأصبح أهم الأرقام الموجودة في مجتمع الملازمين للرسول الذين يعرفون مجازا بلقب الصحابة. السبب الثاني الذي يدعو الاهتمام ببولس هو أنه معد، أنه معه بدأ مشروع تبشيري لا مثيل له في بداية المسيحية، مشروع اجتهادي وفلسفي ونشأت منه ما يعرف بأساسيات دولة قائمة على الدين، حتى أن الدولة الرومانية تبنت هذه الدعوة وأصبحت توحدت ديانتها الوثنية مع هذه الدعوة الجديدة، فأصبح هناك ما يعرف بالمسيحية الرومانية التي يعيش عليها العالم إلى الآن. السبب الثالث أنه أعطى بولس أو تشاول ملامح العقيدة المسيحية، أعطى الديانة الجديدة ملامح العقيدة، هو الذي أنشأها ملامح العقيدة المسيحية. كما ذكرت من قبل أن المسيح له آراء في الإنجيل، الأناجيل الأربعة، تختلف عن ما قاله بولس في رسائله إلى الأمم، وكذا أيضا أعمال الرسل التي هي سرد تاريخي وجغرافي للأحداث التي مر بها أثناء بشارته وكرازته، وسيأتي ذكرها لاحقا في أحد الفصول التي سوف نتكلم عنها. وقيل أيضا أن عن بولس أو تشاول لقد تأمل في الإيمان الحي ولم يعتبر أحد قبله بنفس درجة العمق عن ماهية النعمة والخطيئة أو الخطية كما ينطقها أغلب المسيحيين الشرقيين، وتكلم عن الحرية وعن التوحد في المسيح أو المسيحية بمعنى أصح، بل إن مصير الغرب المسيحي كان على ما عليه، لأنه بدون عبقرية بولس الذي عبر بجذرية قاطعة عن مصير الإنسان تجاه الله. ونقول أن الأسباب الثلاثة تتشابه وتتقاطع مع مسيرة وشخصية عمر الذي بدأت معه حركة اضطهاد المسلمين أو المؤمنين في بدايات الدعوة المحمدية. كان ممتلئا غضبا وحقدا على محمد النبي أو الرسول وكذا جماعته من المؤمنين، ثم ما لبث أن تحول لأكبر الشخصيات الإيمانية في الدعوة الجديدة، وأصبح منظرا ومشاركا، لحظة، مشاركا بما كان يعرف المذهب السني، هذا سبب تسمية المتنبي، كان متنبئا ومشاركا في الوحي. هذا ليس بمعنى أنه كان نبيا أو كان متنبئا أو كان مشاركا بالوحي بالفعل، ولكن كانت له مساجلاته ومداخلاته في قرارات النبي، حتى أنه كان يتدخل كثيرا في تغيير أمور، وكان يسعى إلى أن يدلو بدلوه كمشرع، ولكن كانت في كثير من الأحيان تبوء بالفشل، وأحيان أخرى كتبت السيرة عند أهل الصقيفة والأغلبية أي السنة والجماعة، كتبت أنه كانت له آراء تفوق آراء الرسول، بل كانت آراء سديدة وصحيحة لم يكن الرسول يصل إليها، هكذا كان يقال وقيل وثابت أيضا، منها الصلاة على عبد الله بن أبي بن أبي سلول المعروف بأنه المنافق، حينما صلى عليه الرسول عند وفاته يقال أن عمر قد جذب الرسول من ثيابه وقال له لا تصلي عليه، فقال له الرسول لا أصلي عليه، وصلى عليه. ثم نزلت الآية لتؤكد وجهة نظر عمر، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. لذا يقول أهل السقيفة أن كان عمر واعيا ومتنبها أكثر لما سوف يأتي به الوحي ربما عن النبي ذاته، هذا ما يقال،
وهذا كان محل نقاش بيني وبين العديد من أهل السنة والجماعة أي الأغلبية وأتباع مذهب ومنهجية السقيفة، حينما قلت لهم حتى عن بعض البدع يقولوا أنها كانت بدعة حسنة لما جاء به عمر. أيضا كان يتكلمون عن هذا الموقف، موقف الصلاة. قلت لهم لماذا يعارض الرسول بينما لم يعارضه أحد من أصدقائي أو من الملازمين له في المعيشة وفي الحياة ممن يعرفون مجازا بالصحابة؟ قالوا هذا رجل مختلف، هذا رجل يأتيه جزء من خبر السماء، هذا رجل له موافقات مع السماء، حينما يقول آية أو يتنبأ بموقف تأتي السماء وتؤيده، هذا ما يطرح على أنه متنبي، أو هذا في مذهب أهل السقيفة والأغلبية أهل السنة والجماعة، يرون عمر أنه شبه نبي وإن لم يقولونها بألسنتهم صراحة، ولكن يتحدثون حول هذا المعنى بغزارة تصل إلى حد أن يبلورها من هو مثلي ليقول صراحة أنهم يرونه شبه نبي، وأنا وصفته بالوصف الأدق وقلت متنبي. لا أقول أنه مدعي نبوة، فهو لم يقل أنا نبي، لذلك فهو ليس مدعي نبوة، لكنه كان يتصرف على هذا الأساس على أنه متنبي، أي رجل يطرح نفسه على أنه أو طرح عنه أنه ذي سمة نبوية. وكان مشاركا في شؤون دائرة إدارة أحوال المؤمنين مع النبي محمد وباقي كبار المؤسسين للمجتمع اليثريبي، وأصبح له دورا كبيرا في الحركة التوحيدية في الجزيرة العربية. وثاني الأسباب أن عمر أيضا بدأ معه أكبر مشروع تبشيري دعوي في خارج الجزيرة العربية وداخلها من خلال مشاركته بالرأي والتخطيط أثناء خلافة حكم أبي بكر أو عبد الله بن أبي قحافة المكنى بأبي بكر، وكذلك في عهد الحكم العمري حيث تولى عمر لفترة أطول، فترة من الزمن أطول من فترة عبد الله بن أبي قحافة المكنى بأبي بكر، وأصبح هذا المشروع كان مشروع غزوات لما يعرف بفتوحات للبلاد المجاورة، وهذا أمر من وجهة نظر بحثية مجردة أرى أنه كان أمرا من وجهة نظري أمرا غير محمود، فكان من الممكن أن تفتح هذه البلاد كما قال القرآن عنها: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالسلاح. فقد ظل المستشرقين وما زالوا وهم عند بعضهم بعض الحق في أن الإسلام انتشر بحد السيف، ذاك لأن كان من الممكن مثل آسيا الصغرى وآسيا الكبرى وشرق آسيا وجزر الملايو والهند وجزيرة وجزر سوماترا وغيرها، وكذلك معظم أفريقيا انتشر فيها عن طريق الدعوة وعن طريق التجار، ولم يكن هناك حاجة لمغازاة الشعوب ونقل فكرة الجزية وفرض القوة عليهم ليعتنقوا فيما بعد بمذهب المتغلب ومذهب المهزوم سياسيا وعسكريا، فأن يتوحد في المتغلب عليه، يتوحد فيه ثقافة وفكرا وديانة. فيراه كثير هذا المشروع العمري، مشروع الفتوحات، أنه مشروع عظيم، وأنا أراه أنه مشروع أضر بالإسلام أشد الضرر، وإن كانت هناك بسبب ذلك بلاد فتحت كنت أرى أنها كان يمكن أن تفتح بطرق قرآنية أفضل وبأسلوب أحسن من هذا الأسلوب العسكري الذي أراه أسلوبا استعماريا ما كان يليق أبدا بأمة وليدة كانت تدعو لأن تنشر فكرا وثقافة ما كان يجب أن تنشرها عبر القوة وعبر السيف. ومشروع فتح البلاد من خلال غزوات لنا معه شأن آخر في فترات قادمة.
تولى عمر لفترة أطول أيضا، وكانت له رؤية وساعدته على نشر ما يرى أنه نشر للدعوة المحمدية أو الإسلام في صورته الأخيرة في أكثر مناطق العالم، وكانت النقطة الجوهرية بها هي القدس هيكل الله حسب الوعود الموجودة بالعهد القديم، وهي نقط أخرى ربما نتفرغ لبحثها، ولماذا كانت القدس وما علاقتها بهذا التراث اليهودي الذي الثقافي الذي كان يعيش فيه عمر. وثالث الأسباب أن عمر كان مشاركا في الحركة التأسيسية للإسلام كمجتمع سواء في أخريات العهد المكي أو في العهد اليثريبي أو المديني في المدينة، وساهم بآرائه في موافقات تزامن فيها الوحي بما رآه عمر، وهذا سبق كنا تكلمنا عنه ولن نمل الحديث عنه، خاصة أننا نقول المتنبي، لذا هذا الأمر سوف يصادفنا كثيرا، ربما نتلقح فكريا ونصل لما أبعد مما دونته عندي في هذا البحث. فقد تزامن الوحي فيها بما رآه عمر وتمناه، هكذا يقول مذهب أهل السقيفة والأغلبية المعروف إعلاميا بالسنة والجماعة، ورأوه مشاركا للرأي مع النبي، بل كان مشاركا في الوحي وهو رأى ذلك، لذا كان له آراء في كثير من التشريعات، وله آراء كثيرة في بعض النصوص القطعية في القطعية الدلالة في القرآن وفي الحديث، وكان يعطي لنفسه الحق في مخالفتها وإلغاء أحكامها في أوقات معينة وربما للأبد، فألغى أمور كثيرة سيأتي شرحها فيما بعد، ومنها زواج المتعة، ومنها أيضا الخمس الذي كان يعطى للنبي وذي القربة وهم أهل البيت، وأشياء كثيرة جدا كان لعمر رأي فيها. أهل السنة والجماعة أو أهل السقيفة والأغلبية يرون أنه رأي، بينما آخرين أو آخرون يرون أن هذا كان اجتراء على كتاب الله، واجتراء على تراث النبي، واجتراء أيضا على الفقه بما لا يجب ولا يجوز لعمر، إذ أنه لم يكن معروفا عنه أنه فقيها، وكان أولى به أن يلجأ في ذلك إلى أبي الحسن وهو الإمام علي، وأنه بما أنه لم يلجأ إلى أبي الحسن الذي كان يرى عمر أنه مهلكته في عدم استشارة أبي الحسن، فكل الأمور التي قلنا فيها أن عمر خالف فيها الشرع أو رأى فيها رؤيته كسهم المؤلفة قلوبهم وحد السرقة في عام الرمادة وغيرها، كل هذا لو كان استشار فيه الإمام علي، أرى من وجهة نظر بسيطة وأرى أنها يعني مجرد وجهة نظر أنه لم يكن يوافقه عليها. لذا في العديد من المواقف أيضا يقال أن النبي رجح وجهة نظر عمر فيها، وهذه أيضا وجهة نظر ترى ذلك، بل أن عمر يذكر له فضل إصراره على تدوين القرآن في عهد أبي بكر أو عبد الله بن أبي قحافة المكنى بأبي بكر، مكتوبا بدلا من الحفظ في صدور الحافظة من المقاتلين الذين قرضت أعدادهم في المعارك بشكل مخيف، إذا لم يكن أبي بكر يتخيل الجمع كتابة حيث لم يأمر بها الرسول. هكذا قالت الرواية، وأنا أختلف معها تمام الاختلاف، وأقول أن القرآن جمع إلهيا ولم يجمع على يد أحد من البشر، وإلا لو كان جمع بهذه الطريقة بل بالطرق التي قالوا عنها كان بالضرورة كان سيحرف أكثر مما حرفت أو محرفت تدوينات كتب مقدسة كثيرة وعلى رأسها الحديث النبوي، بدليل الآية القرآنية إن علينا جمعه وقرآنه، الله الذي تعهد بالجمع، وهذه الآية من المجاهيل بل من المهاجير في القرآن التي لا يراها أحد ولا يلتفت إليها أحد، حينما يقول الله إن علينا جمعه وقرآنه، أي الحفظ الشفهي والقراءة الشفهية وكذلك الجمع التدويني سيكون جمعا إلهيا كي يتسنى له الحفظ أن يحفظ من التدوين البشري ومن الخلط
ومن التحريف، لذا كان لنا رؤية أخرى في مسألة التدوين. وإنما هكذا قيل في التراث أن عمر قال لعبد الله بن أبي قحافة المكنى بأبي بكر لنجمع القرآن مكتوبا بدلا من أن يكون محفوظا في الصدور، إذا أن هذه الطريقة تهدد بانقراض القرآن، وإن أبي بكر لم يكن يتخيل الجمع كتابة لأن الرسول كان لم يأمر بها، بينما هناك روايات أخرى تقول أن القرآن جمع في عهد الرسول وكان يرتل ويقرأ. وبالمناسبة أن كلمة ترتيل لا تعني قراءة منغمة فقط، ولكن معناها اللغوي ترتيل بمعنى الترتيب. هناك في اللغة العربية كلمات يحذف منها حرف، يبدل حرف، ولكن يظل معناها كما هي، كما يقال حصبا لنار جهنم أي حطبا لنار جهنم، غير حرفين ومع ذلك نفس المعنى واحد. وكذلك ترتيل بمعنى ترتيب، والترتيل هو الرتل أي الطابور، أي الكلمة الآيات التي تأتي وراء بعضها البعض، أي القرآن مرتلا. ورتل القرآن ترتيلا أي رتب القرآن ترتيبا، أي قم وقرأه مرتبا كما أراد الله أو كما نصحك جبرائيل في التراث المولين لأهل البيت الشيعة، أو جبريل كما ينطقه أهل السقيفة والأغلبية المعروفون إعلاميا بأهل السنة والجماعة. رؤية عمر يقال أنها كانت صائبة، أيضا بنفس الأمر قام بولس أو شاول بنفس العمل، حيث كان الوحيد الذي كتب رسائله اللاهوتية، وقبله لم يتجه أي مسيحي إلى النشاط الكتابي في التدوين هكذا يقال. ثم ظهر فيما بعد أوعية الوحي، هم كتاب الوحي الذين نفس الفكرة كانت سرقت ليقال أن القرآن كتب بنفس الطريقة، أن يتوضأ الإنسان قبل أن يكتب الحرف في الكتاب المقدس، ثم يتحرى الدقة ويتحرى الصدق، وفي النهاية وجدنا أن من يقول أن الكتاب المقدس أغلبه تحريف، برغم القصص التي جمعت وألفت كثيرا في أوعية الوحي أي الكتاب والحفظة وغير ذلك. هنا أن بولس كتب رسائله وحررها، ثم حررت الأناجيل بعد هذا التاريخ بعد عام 70 ميلادية، بعدما حكم بولس أمام الإمبراطور. فلم يترك بولس بطرس ولا يعقوب أخو الرب، هو الذي قيل في التراث المسيحي أو ما يقول عنه الإسلاميون النصراني يعقوب أخو الرب، هذا من أخوات المسيح، ربما من أمه مريم أو من خالته، ومن أمه مريم سوف نأتي لفكرة أولاد الأربعة إخوة المسيح، هل من خالته في التراث اليهودي أولاد الخالة وأولاد العمة يقال أنهم إخوة، وأيضا كما يقال وهي أمهم خالته مريم الأخرى التي قيل أنها أنجبتها أمها بعد أن وهبت مريم الكبرى لأم المسيح عليه السلام أو المسيح عيسى بن مريم، وهبت للمعبد فأنجبت مريم الأخرى، وهي أيضا كانت تقف تحت الصليب، كانت تراه مريم ومريم الأخرى كانت تنظر إليه وهو يصلب، هكذا قيل في التراث المسيحي أو بالمفهوم الإسلامي النصراني. ولا أندراوس أخو بطرس ولا أبولس الواعظ السكندري الشهير وجد منه أي آثار كتابية وراءهم، إنما دونت فيما بعد عن طريق آخرين. الذي دون نصوصه بنفسه كان بولس. أقول حول هذا الموضوع أن أكدت مراجع أخرى أن الرسول محمد أي نبي المسلمين قد دون القرآن كتابة ليضمن عدم تحريفه من بعده، والأمر في الغالب الأصح والتصرف السليم من أمين الوحي، فما تم تحريف أي كتب سماوية كما يقول البعض إلا وبعد وفاة الرسل ودونها الأفراد والأشخاص العاديين، حدث من هنا تحريف كتابة لم يكن مقصودا به التحريف، ولكن هذه قدرات البشر على استعادة النص وكتابته. أنت بنفسك لو أردت أن تكتب نفس النص الذي كتبته لن تكتبه كما كتبته أول مرة، لابد أنك تحرف نفسك. إذا ترجمت منصا سوف يحرف، إذا ترجمت الأناجيل والعهد القديم إلى لغات أخرى الترجمة خائنة، الترجمة تحرف أيضا، التفسير يحرف، الوقوف على مغزى النص
هو تحريف، هناك أنواع كثيرة من التحريف، ليس أحدها فقط وليس كلها على الإطلاق التحريف اللفظ أو النص من حيث الحروف أو العبارات. هنا كلمة الرب تعني الإله، حينما أقول الرب يسوع هنا في نص البحث عندي تعني الإله وتعني السيد، أي لورد بالإنجليزية، وترجمتها دائما هكذا في الطبعات الإنجليزية. ويعقوب أخو الرب يسوع، هذا أحد أربع إخوة. قلنا لكم حكاية مريم الأم، وهل هي مريم أم المسيح عيسى ابن مريم أم يسوع المسيح؟ هناك كثير روايات، حتى في القرآن هناك آيات لم يلتفت إليها أحد، في سورة المائدة حينما قالت أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أن هناك إشارة قرآنية لأن مريم سيكون لها ذرية، وكلمة ذرية هي تعني عديد من الأولاد وليس طفل واحد. الطفل المعجزة الذي أنجبته من روح الله ومن كلمة من الله كان المسيح عيسى ابن مريم. أما لا جناح عليها ولا تثريب أن تنجب وأن تتزوج فيما بعد ذلك، أما هذا الحالة البتولية أي حالة العذرية وحالة أنها انقطعت بعد طفلها ولم تتزوج بعد وظلت عاكفة عليه وأصبح مشروع عمرها وأصبحت هي تسمى العذراء دائما هكذا، هذا مجال بحث آخر سوف نتكلم فيه. هذا ليس معروفا في التراث الإسلامي، وأن كلمة العذراء وصلت إلى التراث الإسلامي من خلال التلاقح الثقافي، فلم يصف القرآن قط مريم بنت عمران أو مريم الهارونية، لم يصفها أبدا بأنها عذراء، وإنما أعطاها وصفا أعلى وأشمل وأعم، وهو مريم التي أحصنت فرجها. التي أحصنت فرجها هي عذرية أخلاقية، أما العذراء فهي عذرية طبية، لا تعني أنها إنسانة على خلق، إنما التي أحصنت فرجها فأحصنته عن خلق وليس لمجرد أنها لم تتعرض لما يخدش بكارتها. ففرق ضخم كبير جدا بين كلمة عذراء وكلمة أحصنت فرجها، لذا اختار لها القرآن أحصنت فرجها ولم يعطها لقب عذراء حتى لا يصبح لقبا دائما لها، إذ أنه من حقها بعد أن أنجزت هذه المهمة الرائعة في التاريخ أن تنجب هذا الطفل المعجزة أن تتزوج وتعيش حياتها، فلم تكن موهوبة طوال الوقت لإنجاب هذا الطفل. هكذا فهمنا من التراث الإسلامي. أما التراث المسيحي برغم أنه ليس فيه نصا قاطعا أنها ظلت بتولية للنهاية، إلا أن كل القصص وكل تعليم الآباء الدسقولية التي جاءت عبر الآباء الرسل قالت أن مريم ظلت عذراء بتولية، بل أنها استعادت بكارتها مرة أخرى وعادت مرة أخرى إلى المعبد لتخدم فيه كهارونية الأصل وليست يهوذية أو من سبط يهوذا كما يقول الكثير وكما تقول المصادر المعتمدة لديهم، فبدليل أنها تخدم في المعبد ولا يخدم في المعبد إلا من أبناء هارون كخالها الكاهن زكريا الذي يعرف في التراث الإسلامي بأنه عبده زكريا، يقال في التاريخ أنه نبي ويقال أنه كاهن، وبالتالي ما دام كان يخدم في المعبد فهو من أبناء هارون. كذلك كانت مريم التي يفتري كثيرين على المفهوم القرآني والإسلامي بأن مريم لم تكن هارونية وإنما كانت من سبط يهوذا، وهذا مخالف للحقيقة بل مخالف للواقع أنها كانت تخدم في المعبد ولا يخدم في المعبد سوى أبناء هارون. بدأ بولس شاول بعد 18 عاما رسالة تبشير في الكتابة بالإملاء على كاتب وحي حوالي عام 50 ميلادية، وعمره كان آنذاك 40 سنة تقديما للكتابة في أسباب ثلاثة. أولا أنه رجل انقسمت روحانيته إلى شطرين، وراعي انتشرت خرافه في المسكونة كلها أي أتباعي، وهو أخيرا لاهوتي عبقري كما يقول عنه مرجيورا. ويتفق أيضا مرجيورا معنا أنه يمكن أن نعطي السمات المميزة لشخصية بولس أو شاول أو نأخذ صورة جيدة عنه إلا في إطار رسائله أو رسائله، فليس هناك ما يكفي لنستقي منها معلومات عن هذه الشخصية، ولم تكفي الرسائل يمكن الإكمال بسفر أعمال الرسل الذي تكلمت عنه وهو سفر تاريخي جغرافي مكثف يشرح قصة البشارة والكرازة أي بمعنى الدعوات التبشيرية البولونية المنتسبة إلى بولس إلى كثير من الأقطار والأسفار برا وبحرا،
ويمكن الإكمال من أعمال الرسل بشرط اتفاقها مع الرسائل أو تكون غير متفقة، فنكتفي بالرسائل التي يمكن نسبة 7 رسائل منها بدون أدنى شك إلى بولس تحديدا، وهي رومية، رسالة إلى كورنثيس وغلاطية، ورسالة إلى فيليبي وتسالونيكي الأولى والثانية والثالثة، ورسالة تيتوس هي أحدث الرسائل أيضا. فيتفق البعض على نسبها إلى أحد تلاميذ بولس أو شاول، وهو لا ينقص بأي حال من قيمتها اللاهوتية. أما سفر أعمال الرسل فقد كتبه حوالي في عام من 80 إلى 85 ميلادية أحد المعجبين ببولس شاول الترسوسي أيضا، ويقال أن هذه الأسفار التي ضمت إلى الكتاب المقدس من فرط وجود معظم الفكر والعقيدة والرسالة المسيحية الواضحة فيها، واختلافها تماما عن نصرانية الذين قالوا إن نصارى اللي هم الذين كانوا في 80 سنة الأولى، وهم بالفعل الذين كانوا يقال عنهم الهراطقة الذين خارجين عن الدين والذين يجدفون في الدين، هم يشبهون الآن جماعة الموالين لأهل البيت الذي يقال عنهم الشيعة، وإن قالوا لذا. ولكن لحسن الحظ أن المتشيعين أو الموالين لأهل البيت عاشوا في الزمن وزاد عددهم، أما الذين قالوا إن نصارى اختفوا تماما، وإن ظهر بعض طوائف منهم مثل الأبيونيين والأريوسيين في أوروبا الآن يرون أن المسيح نبيا، وأن الرسالة هي في جوهرها هي نوع من المسيحية من اليهودية المتنصرة التي مشبعة بروح بينات المسيح عيسى ابن مريم أو يسوع المسيح. أراكم في الحلقة القادمة لنستكمل ما بدأناه اليوم. أراكم على خير وأدعكم في سلام الله وعونه دائما إن شاء الله.